بسم الله الرحمن الرحيم، وحييكم وحيي مشاهديكم. طبعا المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا يتابع باهتمام جدا ما يعني يدور في ليبيا بصفة عامة وفي العاصمة بصفة خاصة. وطبعا ما حدث في طرابلس في الآونة الأخيرة، وخصوصا من وقت اختطاف الشهيد نادر الشيخ نادر العمراني إلى حتى وصول خبر يعني في قتله وتركيز به، ثم ما تلا ذلك من أحداث إلى غير ذلك. الحكماء رأوا من الواجب أنهم يجتمعوا ويتفقوا على رؤية واضحة للحل في مشاكل ليبيا بصفة عامة والعاصمة بصفة خاصة. وطبعا هناك لقاءات كثيرة تمت قبل ذلك في أمور مثل زي ملتقى الوفاق الوطني في مصراتة والقمص، وكذلك طرابلس وغريان، وهذه ظهرت بمبادئ حاكمة وغير ذلك. الآن نطالب بتطبيقها، وفي نفس الوقت هناك قواعد أساسية يجب على المسؤولين في الدولة الليبية ألا يخرقوها. هذه القواعد الأساسية التي هي تبني يعني المصالحة الوطنية وحقوق المدنيين ووحدة التراب الليبي وكثير من وكذلك مبادئ ثورة 17 فبراير يجب أن تكون كاملة، تداول السلمي على السلطة الديمقراطية إلى آخر كثير من الأمور ناقشها الحاضرون اللي هم يمثلون أعضاء مجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا. وإن شاء الله يعني في اليوم القادم أو اليومين القادمين بإذن الله سيصدر بيان بهذا الخصوص، يعني يؤكد على الأمور التي يتفق عليها الأعضاء. وهذا فيما يتعلق بالأمور الواضحة الشاملة المستعجلة الآن. هذا ما كم بخصوص الاتفاق بخصوص هذا الميثاق الذي أنتم عاكفون على إنجازه ووضعه، هذا الميثاق هل هو قابل للتنفيذ في العاصمة طرابلس؟ طبعا احنا هو في بعض التوصيات احنا بنشير الى مواثيق تم الاتفاق عليها في يعني اتفاقيات سابقة نؤكد على تطبيقها، ولكن هناك في الآن أمور ملحة يجب على المسؤولين اتباعها والالتزام بها. مثلا زي ما نقول مثلا يعني عملية التحقيق في قضية الشيخ نادر العمراني وكشف الجنات وتقديمهم للعدالة، خروج القوات التي هي ليست نظامية يجب أن تخرج عن المدينة، كذلك تسليم المؤسسات العامة للدولة مثلا زي المطارات وزي الموانئ إلى المصالح الرسمية للدولة. طيب. نريد إقامة الدولة بمعنى كلمة أن تكون هي السيدة على مرافقها وعلى أماكنها، كذلك يعني السجون. طيب. يجب أن يكون هناك لجان تحقق في الناس المسجونين، وهذه السجون التي غير خاضعة لسلطة الدولة يجب أن تزال وأن تغلق وأن يتولى الناس الموجودين في الأمور هذه، يعني حل مشاكل الناس المسجونين ورفع الظلم عنهم. هذه أمور كثيرة مستعجلة يجب. نعم، الشيخ إبراهيم بغاشير رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر.